هي الأسعار هتنزل إمتى؟ ده السؤال اللي كل المصريين بيسألوا البعض في كل مناسبة ومن غير مناسبة، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع في الشهور الأخيرة، بسبب الصراع الروسي في أوكرانيا، وظهور أزمة الدولار، وأسباب كتيرة كلنا عارفينها. لكن يظهر أن أزمة الأسعار قربت تنتهي، في كتير من السلع هترجع تاني لأسعار قبل الأزمة. يا ترى ليه بنقول كده؟ وإيه المعلومات اللي جدت هتخلي الأسواق تستقر الفترة اللي جاية؟ بانكير نبض البنوك. المواطن في أي بلد ما يهموش حاجة قد إن الأسعار تكون في متناول إيده، ولأن المصريين عارفين إنها أزمة عالمية صابرين رغم جشع كتير من التجار اللي رفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه. لكن خلينا نعترف إن الأيام اللي عدت كان في استقرار نسبي في أسعار السلع، ما بقتش بتزيد بالمعدلات الكبيرة اللي كانت في ذروة الأزمة العالمية. أزمة ارتفاع الأسعار في طريقها للحل، وده اللي بتقول المؤشرات الاقتصادية واللي بتؤكد قرب انتهاء أزمة الدولار، واللي هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، لأن مصر بتستورد كتير من السلع بالدولار الأمريكي، ولأن حصل ارتفاع كبير في الأسعار عالميا ده خلى في ضغط كبير جدا على الموازنة العامة ومخصصات الاستيراد. من مؤشرات قرب انتهاء أزمة الدولار ارتفاع الاحتياط النقدي من الدولار، واللي وصل 34 مليار 806 مليون دولار، وكمان ارتفاع الاحتياط المصري من الذهب بشكل كبير، بالإضافة للمعلومات اللي بتؤكد تحرك ملف الطروحات الحكومية، وهنسمع أخبار حلوة خلال يومين. كمان ارتفاع إيرادات وموارد القطاعات اللي بتجيب دولار، وده شرحناه بالتفاصيل. لكن الحاجة الأكيدة اللي بتقول إن الأسعار هتنزل هو انخفاض أسعار الغذاء عالميا، وده اللي قالته منظمة الأغذية والزراعة فاب، واللي أكدت إن مؤشر قياسي لأسعار السلع الغذائية الدولية انخفض مرة تانية في يونيو اللي فات، مدفوع بانخفاض أسعار جميع الحبوب الرئيسية ومعظم أنواع الزيوت النباتية. طبعا ده شيء مفرح، لأن انخفاض أسعار الحبوب والغذاء في نفس الوقت بداية نهاية أزمة الدولار في مصر، وده أكيد هينعكس على طول على الأسعار في مصر. كانت معاكم هبة محمد. بانكير نبض البنوك.